يا هلا بك اخوي، يا هلا وسهلا، يا هلا بك. ما يأمر عليك ظالم، شنو مخالفتك؟ والله ست انا لسه صعدت منها جريح دا راجع بمعاملتي وما لحقت البس الحزام وانا اعتذر كلش. على راسي، اجازتك سنويه. انا صار. انا غلطان صحيح. شنو بعد عندك مخالفه ترى؟ شنو مخالفه ست؟ شنو مخالفه؟ خافش على المدرسه؟ مو لازم هو الحادم، شنو المخالفه؟ ست عندك ستار جانبيه وستار خلفيه وستار الزين. ستار انا تعرف شويه هسه بدون بدون يلا 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 يلا. والله ست انا غلطان، غير واحد يحكي صدق. الاعتراف بالخطأ فضيلة. فانا غلطان وانتم كيفكم ست؟ اذا استحق غرامه غرموني، تريد غرموني، بس انا الله يشهد عندي. احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه. والله احنا يسعدنا. المره هذه راح تكون توعيه من عندنا لحضرتك، ما راح نغرمك. زيل لنا المخالفه ان شاء الله مره ثانيه بعد ما تكررها. الله يخليك. زيل لنا المخالفه. فيما يخص احنا واجبنا طبعا سيد معالي وزير الداخليه المحترم وضح هذا الموضوع انه تطبيق القانون واجب، لكن روح القانون ومراعاه الحاله الانسانيه. والاخ هنا جريح وعنده معامله دا يراجعه كثير من احنا نعوم. صحيح. اني غايتنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه ومساعده اخواننا سائقي المركبات ومراعاه الحاله الانسانيه حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخليه المحترم. اثناء تواجدك الميداني كثير من صادف حالات انسانيه، تعاملكم شلون يكون هناك؟ احنا صحيح يعني وين نواجه حالات مثل حاله الاخ يعني. نعم. حالات انسانيه، رجل. نعم. كبير بالسن. نعم. جريح او مريض او عنده حاله حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخليه المحترم. نعم. ايضا مدير المرور العام المحترم. نعم. ايضا مدير الرصافه اللواء احمد، يعني احنا وجهنا توجيه خاص بالمركبات اللي يقودها اشخاص ذوي احتياجات خاصه. نعم. هاي نعاملهم معامله خاصه. نعم. يعني بالنسبه للمكان اللي يتوقف به. نعم. بالنسبه للمخالفات المروريه. نعم. فيعني شلون مثل ما منطينا استثناء لهاي الحالات الست. هي المخالفات غير لصالحنا اكيد، واحنا نعتذر كلش يعني احنا مخالفين. المخالف يعني انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. اشكر الست. توكل على الله.